الدنيا ولا في الأخيرة. لا إله إلا الله محمد رسول الله، إنا لله وإنا راجعون. وأنا العدو غير حدايا وما سيقش لي الأخبار يا عباد الله، وكلا وشرب معايا يا عباد الله لمدة عام ونص ديال اليوم، هو خدام معايا دير فيه خويا، دير فيه صاحبي، دير فيه كل شيء. أغدر بيا أنا، بيت يا ربي تاخذ فيه الحق. ما بقيتش حملت نوصل أنا هاد الدار هادي، ولات عندي كحلة، ها كنجي لهنا وكنتفكر مرحومه. الصباب ديالها مسكينة هنا بخاو، أنت كتشوف هاد الحالة هادي. لا لا لا، كندخل الكوزينة كنتفكر ندخل لهاد البيت نشوف حوايجها، كنتفكر ندخل لهنا. ما كتقدرش، مازال تنسى هاد الدار. ما بقيتيش ساكن هنا. ما بقيتيش. ما بقيتش كالسة عند عائلة أنا وبنيتي. ما قدرتيش مازال تدخل. ما قدرتش أخويا، كي غدير أخويا جيتي لقيتي مرتك ميتة ومشمضة، كي غدير مازال ترجع لهاديك البلاصة، سمحتي حوايجي وفي كلشي أخويا. أنت كتشوف. أنتوما كتشوف. لا عندي هاد الباب كحل، نجي نحلو دابا. عند ما بقاش عندي علاش غنحل هاد الباب. هو راه مين المرحومة مشات الله يرحمها. دا ليا فيها خويا، خرج ليا. دا ليا خويا. السلام عليكم. اولا واخيرا اخويا، هاد السيد اللي دار فيا هاد الجريمه راه جاري، راه ساكن حدايا على الباب هذا اخر. انتم ما كتشوفوا خدام معايا 10 ديال عام ونص، هو خدام معايا ومع 10 صاحبك، وخدام معاك عام ونص صاحبي، وما نويتش فيها اخويا يدير فيا هاد الجريمه. غدرني اخويا الاول بلي عرفتي ما تمرك عاود لينا الاول اخويا. كيفاش عرفت بلي ماتت المرحومه؟ عيط ليا هو، نيت لي هو نيت لي عيط ليا الوحده ديال النهار. فاش عيط ليا؟ انت كنتي خدام؟ انا كنت خدام اخويا. عيط ليا قال لي راه لقينا واحد السيد ميت حدا الكرمه، ها خليها نصور ها البلاصه الجريمه. قلت له ما يمكنش اخويا، هذيك البلاصه حنا ساكن، انا ساكن فيها عامين ونص، هو ساكن عام ونص، انا اللي جدته هنا في الاول. وكاين لوقر وكاين التقار. التقار اخويا هنا، وكنت كاسب الكلاب ديولي هنا في كاسبهم. الطوموبيل كان بلاصي هذه، الدار ديالي ها هي، الدار ديالو ها هو. عيط ليا قال لي اخويا راه لقينا واحد الراجل هنا ميت ومغطي. قال لك راجل؟ اه قال لي راجل. في نفس الوقت انا دخلني الشك، وما دخلني الشك كنقول شكون هذا اللي غيجي ويموت لينا حنا حدا الدار. ما عمر هذا الشيء كان، ما عمر هذا الشيء شفناه، ما عمر هذا الشيء، ما عمر هذا الشيء تصورته انا غيوقع قدامي. عيط لك؟ قال لك واحد، عيط لي بالتليفون قال لي عبد الرزاق، قال لي راه لقينا واحد الراجل ميت هنا راه مغطي. قلت له سير شوف، عيط للسلطه، عيط شوف شوف شكون هذا السيد وتعرفوا عليه وقول لي شنو كاين. جلس واحد شويه اخويا، ما عيطش ليا، عيطت ليه عاود ثاني قلت له اش واقع. قال لي ودي راه مشينا لمول الدار، عيطنا ليه وعيطنا للمقدم، وقال لي ودي راه لقينا امراه. اه غير قال لي امراه اخويا، راه انا ما نكذبش عليك تصدمت. قال لي يديها فيهم الدم، حالتها كي دايره. قال لي راه مكرفصه بزاف. صافي هذيك جلست واحد شويه، زيد تليفون كنصوني للمرحومه، كنصوني ليها بنقول ليها واش جبتي الاخبار، كيفاش وقع، شكون هذا اللي مات تما، شكون والو اخويا ما كتجاوبنيش. جلست عيطت، عاودت عيطت ليه، قلت ليه سير دق لي على الدار حين جاري خويا، وخويا وكدير فيه خويا وعزيز عليا وصديق. قلت ليه سير دق لي على الدار وشوف ياك ما وقع شي حاجه ولا شي. من طبيعه الحال انا راني خدام في الخدمه وما عرفتش اش وقع مورايا. مين مشى؟ قال لي راه كندقو تاع هنا. قال لي ما كاين اللي جاوبنا. قال لي وكاين الدم قدام الباب ديالك. ايه قال لي حتى قدام الباب عندي. قلت له اخويا تصدمت، عرفتي شنو تصدمت؟ مي قال لي الدم قدام الباب عندك تصدمت اخويا، تصدمت. قلتي شي واحد من اه تصدمت. قلت انا هادو جاو لي الشفاره، هادو ممكن اي حاجه شكيت فيها. واحد شي من طبيعه الحال قلت لمول الخدمه الديني، جابني مول الخدمه كيجري بيا، جابني مسكين حطني هنا. لقيت المخزنيه ولقيت السلطه ولقيت المقدم، لقيتهم بداو كيصبروا فيا كيقول لي البركه في راسك. ما عرفتش انا عباد الله اش وقع، ما عرفتش شنو انا اللي واقع، ما عرفتش اخويا شنو واقع. درت كنجري هنا، هزيت الباش طليت على مرتي، لقيتها مسكينه مشلده، لقيت مرتي مسكينه مقطعه مضروبه، مطعونه كامله اخويا، مطعونه مرتي مسكينه كامله مقطعه، والدمايات والنمل كيدور عليها عباد الله. انا عباد الله
يعني عباد الله العالم كلشي شاف هذه الجريمه. هذا المجرم عباد الله راه خاصو يبان في اقرب وقت هذا المجرم. وصافي وطليت عليها وبداو الناس شاديني وتنغوط وتنغوط. ما في ما الصبر اخويا مشى عليك العزيز عليك. خلات لي هذيك الدريريه عندها يلا عام و6 شهور. يلا دريريه مسكينه وحده. كنا مقاتلين بيناتنا على هذيك الدريريه ومعيشينها ودايرينها بيناتنا. وهذا اللي قتله هو هذاك جارك وكيهضر معاك هو هذاك جاري اخويا. اخويا هذاك جاري هو اللي دار هذه الكارثه. ودابا فينا هو؟ العلم لله اخويا كنقلبوا تاع عينه والسلطات دايره خدمتهم والمخزن كل شيء كيقلب ليلا ونهارا الناس كل شيء كيقلبوا مساكن ولكن والو شي جديد ما كاين. فاش كانوا الجندرم كان ذاك النهار كان هنا ودير جريمه وكيدور حداهم ليه في ديك البلاصه وانا كنغوط هنا ولا من عباد الله يشك في هذاك السيد ما شك فيه حتى شي واحد ما عرفناش واش هو يدار الجريمه. ومن بعد غبر هو. من بعد غبر. اش من رساله توجه للمسؤول؟ اخويا هذه الرساله اللي غادي نوجهها لهذا السيد حرمني حرمني اخويا في هذه السيده كانت عزيزه عليا حرمني في هذا الروح خلى لي هذيك الدريريه صغيوره خلى لي هذيك الدريريه مكرفصه مسكينه دابا مرمى وكتفكر داك الشيء وديك الصدمه وداك الشيء مسكينه حتى هي كتعقل. انا هذا السيد عباد الله بيت الله ياخذ فيه الحق. بيت هذا السيد انا يا ربي السلطات دايره خدمتهم يجيبوا لي الحق ديالي. يا ربي انا بيت المخزن جميع العالم كل شيء يجيب لي الحق ديالي في هذا المجرم. اخويا انا كنتسنى غير شي خبر يقولوا لي راه شدينا هذا المجرم. مازال ما تشدش. مازال ما تشدش خطر تاع على الناس اخرين. كلشي الناس اللي كيتفرج في هذا اللايف وكلشي. هذا السيد كيصلي وكلشي ما كيصلي. اخويا كتجي مرتو عند مرحومه ديالي ديما كنلقاها عندها في الدار. هي عنده ثلاثه الوليدات. كتجي مرتو ديما كنلقاها عند مرحومه في الدار وكتقول لها راه راجلي كيصلي وراجلي كيدير. ومن طبيعه الحال اخويا لقيت اخويا حتى المراه ديالو 100% مشاركه معاه. حيت كتدخل عند مرحومه وكتعرف كلشي وكتدخل يوميا عندها. واش داو لك شي حاجه في الدار؟ مليون ونص اخويا اللي مشات في الدار. مشات لك مليون ونص. مليون ونص اللي مشات اخويا هذيك النهار اللي داها هو هي علاش قتل ديك الروح. على مليون ونص. على مليون ونص. كنت داها الفلوس وخلى لي غير ولادي حيين. والناس اخرين هنا في النهار هو اللي وقع هذا الشيء. هو اللي دار جريمه عارف ما كاين حتى واحد انا وياه اللي كاينين هنا ساكنين بجوج. انتم بجوج. احنا بجوج اخويا. والناس ديال الفيرما هنا ما ساقوا الاخبار الجيران حتى واحد ما ساق الاخبار نفعونا اخويا على الكاميرا ديال الفيلات هنا. هما اللي شدوه فاش هز الخنشه ومشى للبير ولاحها اللي جمع فيها الحوايج ديال الجريمه اخويا في الدار عندي فين قاد داك الشيء وصايب داك الشيء ودا الحوايج لحهم في البير. كلمه اخيره شمات. كلمه اخيره هي هذه اللي كنطالب من حقي يا ربي بغيت حقي. يا ربي انا بغيت حقي يا ربي عند الله تعالى وعند المخزن وعند السلطات. هادشي اللي بغيت اخويا وشكرا اخويا.